زيت الخروع الكاستر اويل طبعا وصفه قديمه جدا، استعملوه لانبات الشعر، استعملوه لمشاكل الكونستيبيشن للامساك عند بعض الاشخاص، طبعا طعمته شوي قويه. المهم جدا للاشخاص اللي بيعانوا من مشكله يعني الثعلبايه، او اذا شعر خفيف، وخاصه مثلا على الحواجب على الحاجبين. وكمان الكاستر اويل استعملوه كثير، خاصه الاشخاص الفئه 60 سنه، بصير في عندهم مثلا مثل بقع براون بنيه بجلدهم. في يستعمل الشخص دهن الكاستر اويل مرتين ثلاثه باليوم، ما له اي مساوئ جانبيه، ما بياثر على اي شيء نحن عم نستعمله. وكذلك الأمر هو مهم جدا للأشخاص اللي بيعانوا من الإمساك، وهو آمن الحقيقة. يعني طبعا لما عم نستعمل كاستر أويل ما بيعمل أي مشكلة بالجهاز الهضمي، فقط هو بيرجع الحركة العادية للأمعاء الدقيقة وللأمعاء وللكولون. أي شخص بيقدر يستعمله. مثل ما قلت هو مهم جدا للأشخاص اللي بيعانوا، مثلا بعض الأشخاص بعض الرجال بيكون ما في شعر كتير على الدقن، فين يستعملوا الكاستر أويل دهن مرتين ثلاثة باليوم. وكثير من الستات مثلا عم يستعملوا لإنبات الشعر على الحواجب إلى آخره. ومثل ما قلت هو مهم جدا للجهاز الهضمي.